تجربة أجرتها شركة فايف سكويرلز البريطانية لمنتجات العناية بالبشرة. اعتمدت العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع فقط دون زيادة ساعات العمل اليومية منذ يونيو الماضي. يقول جاري كونري مالك الشركة أن موظفيه 15 نجحوا في تحقيق الأهداف المطلوبة منهم ورفع الإنتاجية، بل تراجعت حتى شكاوى العملاء. بالفعل هذه الشركة على فكرة ليست الوحيدة التي تطبق تجربة 4 أيام عمل بدلاً من 5، بل نفذتها ضمن حملة أطلقت بداية العام في بريطانيا. الحملة شاركت فيها 61 شركة لديها أقل من 25 عاملاً. بعد التجربة لمدة 6 أشهر اعتمدت 56 شركة هذه السياسة بصورة دائمة. واحنا اصلا ليش نروح بعيد اصلا لبريطانيا، مع ان امارات الشارقه من اكثر من سنه ونصف وهي بتعتمد نظام العمل ب4 أيام فقط، وهذا لم يؤثر على الانتاجيه بتاتا بحسب ما بتتحدث يعني حكومه الشارقه، وعلى ما يبدو بانه مطروح هذا الموضوع في دول اخرى. رح نكون مبسوطين على فكره. يا ريت مبسوط يعني. طيب احنا راح نسال ايضا طبعا سمر لديها الاجابه جهينه في صباح العربيه، لكن خلينا نروح الى لبنان. قبل ذلك سألنا الناس هناك إذا لديك يوم إجازة إضافي في الأسبوع شو راح تستغله أو إلى دو نام. لو أنا قدامي فرصة يوم ممكن أروح بقى الأماكن أنا لسه ما رحتهاش يعني، بس يعني لو كنت موجود يوم زيادة كنت هصحى الصبح بدري وانزل البحر، بس كده. إذا كان النهار فرصة زيادة بدي نشتغله، لأنه شايف المعيشة كيف صايرة، هاي هي ما عم نلحق يعني. يوم فرصة زيادة بالأسبوع بمشي رياضة، حب الرياضة نضعف حالي. لو كان عندي يوم فرصة زيادة بالأسبوع بطلع بظهر أنا وحبيبتي وأمي والعائلة يعني هيك. لو كان عندي يوم فاكيشن زيادة بظهر مع عائلتي. ما بخلي إنها يوم ما بروح بكسدر فيه يعني، الأقل شيء شو بدي أعمل؟ بدنا نكسدر نعيش نشوف الحياة. أنا اشتغلت 40 سنة بالكوليج، ما كنت أعرف شو في برا، بس هلأ بحب بيتي ما بحب أظهر. إذا صح لي يوم زيادة بالجمعة أكيد بقضي مع عائلتي. نحن قاعدين عاطلين عن العمل، شو بدي أعمل فيه؟ نحن لا شغل ولا عملي بهالبلد، شو في ليش؟ يعطونا الشغل حتى نشتغل، حتى يصير في انماء بالبلد. اعطوك يوم ثالث شو تسوين؟ 3 أيام. هلا انا كنت اشغل اخبار وكنا روتا وكان يطلع لنا 3 أيام. والله انا بحاول استثمر يوم لازم يكون للراحه عشان احس انه انا ارتاح. طيب جد يوم للبيت وللاولاد والاسره ويوم لإلي. طيب سمر الماشطة الصحفية في قسم الاقتصاد، ربما ترى ان ذلك صحيا ولا غير صحي، ولا ينطبق على الشركات اللي لديها عدد قليل من الموظفين؟ ساينتيفيكلي او علميا التجربه لما تم تطبيقها مثل ما شفنا بالمقدمه، يعني اغلب الشركات اللي تبنوا التجربه بقوا على مبدا ال4 ساعات، بس كانت الشركات اللي نجحت بزياده الانتاجيه او خلينا نقول قياس الانتاجيه هي الاقل من 25 شركه، لانك تقدر تعرف كل موظف ايش سوى. طيب. بس لما أنت عندك عدد موظفين كبير شوية صعب قياس الإنتاجية. بحسب أحد العلماء في جامعة أوكسفورد اللي إلى فترة يشتغل على هذا الموضوع،
الموضوع. قال إنه عندك مثلاً بأوروبا مثلاً الدنمارك، السويد، هذول البلدان يشتغلون 1400 ساعة بالسنة مقابل العمل في أمريكا 1800 ساعة بالسنة. على مؤشر السعادة كانوا الدنماركيين والدول الأسكندنافية أسعد، وأيضاً إنتاجيتهم كانت أعلى بساعة من الذين يعملون في أمريكا اللي يعني هي 1800 أقل ساعة. ساعات ولكنهم أكثر إنتاجية. نعم. وبالنسبة لشركة سكويرل اللي ذكرتوها كان هناك أيضا مدخول ثاني إنه يمكن ما نقدر بس نقلل ساعات العمل وخلصنا، يعني مثلا هم اعتمدوا سياسة 4 ساعات تركيز تام، ممنوع تليفونات، ممنوع رد على إيميلات، ممنوع بدون ما يزيدون ساعات العمل باليوم. يعني بدل ما يعني ظلت على 8 ساعات في 4 أيام، ما صارت 40 ساعة، ما زودوها، بس اعتمدوا انه 4 ساعات تركيز تام بس تشتغل تركز على التاسكس اللي عندك. هو يمكن يعني كفاءة وجودة العمل اهم من عدد الساعات يعني بشكل عام. صحيح. انا حبيت اسالك سمر، هل ممكن انه هذا النموذج يتعمم، نشوفه عم بيتعمم في دول اكثر وفي شركات اكثر، خصوصا وانه حتى كورونا قلبت المفاهيم، قلبت مفهوم بانه ما ضروري انه الموظفين يكونوا في مكان العمل، بيقدروا يعملوا. صح. بنفس الانتاجية من البيت، فهل ممكن انه نفس النموذج هذا يتكرر الان؟ نفكر فيها تاريخيا، احنا صارنا تقريبا 100 سنه من 1926 نشتغل بهذا النظام اللي هو 8 ساعات 5 أيام بالاسبوع، واللي هو مش قبل بس هنري فورد مدير شركه فورد هو اللي قلل العمل من 6 أيام الى 5 أيام، ولاحظ انه زياده انتاجيه العمال في المصنع. لا بالعكس، هو قلل، كان هو قلل، فكرت اللي حط 5 أيام بدي اقول بعد 100 سنه عندنا كلها روبوتكس، عندنا ذكاء اصطناعي، عندنا كلها ماشينز وآلات، معقولة نظلنا نشتغل بنفس ما اشتغلوا قبل 100 سنة؟ أكيد لا. يعني أكيد حان وقت التغيير اليوم. طبعا أنا شوية يعني الجانب أنا الآخر قاعد أحس أنه في رسائل مبطنة. سألت الحين ضيفكم القادم إن شاء الله أستاذ مأمون حميدان، هو بشركة ويكو، سألته ممكن تطبقون هذا النظام؟ قال إيه ليش لا، إحنا ما كان عندنا التولز الكافية لقياس الإنتاجية، بس إحنا مرحبين بالفكرة. مثل ما قلتي إمارة الشارقة طبقتها، فنلندا، العديد من الدول الأوروبية اليوم طبقتها، جنوب أفريقيا راح تبلش بإن شاء الله تجربة جديدة بشهر جون، نفس تجربة بريطانيا، حياخذون 6 شهور وحياخذون تقريبا 60 شركة ويقيسون معدل إنتاجية. نتمنى يتعمم. فبعد 100 سنة حان الوقت، يعني أكيد حان الوقت. سمر سمر الماشطة تقول لكم خلاص اتخذوا القرار وحان الوقت لكي تغيروا كل شيء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.